بالمغرب وضم مجموعة وكوكبة من الأندية واللاعبين المميزين العرب والأجانب. عشنا أيام جميلة وشاهدنا فنون كرة السلة واستمتع الجمهور والجميل اللي ملأ مدرجات الملعب، وأيضا كان ختام جميل. أيضا شاهدنا مستوى رفيع في كرة السلة، الفريقين لعبوا كانوا نجوم، كانوا ند بعض، وطبعا الحظ حالف نادي هم اللي يضم لاعبين مميزين الحقيقة أجانب، يعني هم أفضل من لاعبين سلة اللي هم يعني تفوقوا على اللاعبين الأجانب اللي موجودين سلة. فنقول للفريقين مبروك، ونقول للمغرب مبروك على النجاح ولمدينة سلة، ونشكر القائمين على الجامعة الملكية المغربية وأيضا نادي سلة ووزارة الشباب والرياضة على استضافتهم هذا الحدث الرياضي العربي، ونتمنى إن شاء الله تتكرر في وطننا. تقييمي للبطولة ككل بطولة قوية، أنا أشيد بأخواني في الاتحاد العربي لكرة السلة برئاسة اللواء إسماعيل قرقاوي بمقامه فيه، أشيد بزملائه وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان الفنية والمسابقات والتحكيم. كانت بطولة جدا قوية وفرق قوية، الفريق الفائز خصم كان عنيد قوي جدا، الفريق الهومنتمن اللبناني، وأيضا قبيله في النهائي نادي سلة غاب عنه الخبرة ولا هو بطل، وكان في آخر بطولة في الأمارات أخذ بطولة دبي الدولية أمام الجميع، فقلة الخبرة هي اللي أنا أشكر الجامعة المغربية ونادي سلا على تنظيمهم، ورئيس اللجنة المنظمة العليا الأستاذ عبد الرؤوف بن طالب بحسن على قلوبنا. جمعية سلة بالنسبة للشوط الأول والشوط الثاني هناك تنافس شديد من الخصم الهومنت من لبناني، هل تتوقع أن هناك حلول للسلاويين للظفر بهذه البطولة؟ وهي كرة السلة تلعب لثواني جزئيات، لأن إلا شفتي اللاعبين السلاويين فقدوا التركيز في بعض في بداية المقابلة، هو اللي جعل أن الفريق اللبناني ياخذ ذاك الفريق، وإن شاء الله بعد الشوط الثاني أنه غيكون واحد التركيز، وأنا متأكد بأن المدرب سعد البوزيدي غيصلح الأخطاء ديالو وغيقدر يسترجع دوك النقاط ويفوز إن شاء الله بالكأس. سعد الرئيس، تقويمكم لهذا العرس العربي؟ التقويم هو مستوى عالي، ودائما العرس الأول الفريق الأندية البطلة العربية أنها تيجي وتشارك بأقوى الأندية، يعني الاحتكاك مهم، هذا هو النتيجة الأول، هو الاحتكاك، الفوز باحتكاك مع أندية قوية عربية واختلاف المدارس بين المدربين، وثانيا المستوى عالي باللاعبين الدوليين العرب هم اللي كيرفعوا المستوى ديال هذه البطولة. كلمة أخيرة لهذا الجمهور المغربي الذي حج من جميع أنحاء الوطن. والجمهور المغربي كيخصو انه ياخذ الكاس المغرب باش يفرح ويرجع وما يبقاش فيه الحال تاع الذبح حتى لهنا باش ما ياخذش الكاس.